حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة الفرصة اللي احنا فيها النهاردة اللي وزارة التربية والتعليم بتنتظرها من العام للعام، لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة، وهي وعايز أقول لهم إن شاء الله لما تلتحقوا في الجامعة هتعرفوا إن الثانوية العامة كانت أمر يسير، وطبعاً بتمنى لهم في الحياة الجامعية رحلة موفقة وإثبات الوجود، وده الحاجة المهمة جداً. رسالتي لأولياء الأمور في هذا اليوم الحقيقة إن أنتوا لازم تثقوا أكتر في أبنائكم وتتركوهم يدرسوا ويلتحقوا بالمجال الذي يرغبون فيه، لأن ده اللي هيحقق لهم التميز. وبقول لأبنائي اللي ما حالفهمش الحظ إن شاء الله حظ موفق في العام القادم بإذن الله. لازم في البداية أتقدم بالشكر لجهات كتيرة قوي شاركت مع وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحان الثانوية العامة. فإحنا عندنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعندنا التموين والكهرباء والاتصالات والصحة والأوقاف، وكمان بالأخص مباحث الإنترنت اللي كان لها تعاون كبير معانا في عملية الامتحانية في رصد بعض الحالات. طبعاً ما ينفعش أبداً ما نشكرش الفريق الكبير قوي اللي كان معانا من داخل وزارة التربية والتعليم، الشؤون القانونية على الجهد اللي بذلته الحقيقة، والأمن أيضاً سواء الأمن داخل لجان الأمن الإداري أو الأمن في غرفة العمليات، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الحقيقة أستاذ دكتور رمضان، والإدارة العامة للامتحانات وما بذلته من جهد في غرف العمليات. أنا عايز أقول لكم إن العملية مش بسيطة أبداً في العدد الكبير جداً اللي كان بيدار ده منظومة كبيرة متكاملة، إن كل طالب يوصله ورقة الامتحان بتاعته الخاصة به لحوالي يعني ما يقرب من 800 ألف طالب. ده عمل شاق جداً وعمل منظم ودقيق، ولو في أي خلل كان هيبقى فيه مشكلة في أداء الامتحان نفسه. فالحقيقة عندنا الإعلام أيضاً من الوزارة التربية والتعليم، عندنا الإدارة المركزية للتكنولوجيا اللي كان لها دور، الشؤون الإدارية أيضاً لها دور، كل الحقيقة منظومة متكاملة أدت لنجاح العملية. طبعاً مدير المديريات ورؤساء غرف العمليات ده واحد من الناس اللي كانوا لهم جهد أيضاً في إتمام عملية الامتحان بالشكل اللي احنا شايفينه. عايز بس بسرعة أبدأ نستعرض مع بعض المؤشرات البسيطة اللي بتورينا حجم العمل في الثانوية العامة. اتقدم للامتحان 763,200,206، حاضر 759,676، عدد الناجحين 598,723، عدد الطلاب اللي لهم دور ثاني السنة دي 118,609 605. بعد كده عدد المتقدمين والحاضرين لو قسمناهم بنون وبنات، زي ما انتم شايفين نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%، والإجمالي نسبة النجاح هذا العام
هي 78.8 في المين. الحقيقة الجدول اللي شايفينه حضراتكم أمامكم هو بيعكس مستويات النسب المئوية للنجاح عبر السنوات المختلفة. لو خدنا السنة العام الماضي كانت 74.5، هذا العام اللي هو 22-23 78.8، يعني أفضل كثير، يعني بمعدل 5% تقريبا عن العام الماضي. اللي بعده نوعية المدارس، لما نيجي نبص فيها نسب النجاح السنة والعام 84%، الرسم اللغات 88.6، خاص معان 90.4، مدارس خاصة بمصروفات 70%، مدارس خاصة لغات 91.5، النسبة العامة زي ما انتم شايفين 78.81. عندنا طلبة حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، لكن ما فيش حد حصل في المجموع الكلي أبدا على الدرجة النهائية، وبالتالي بنقدر نقول لما في طلبة بتحصل على الدرجة النهائية ده بيدينا مؤشر إن في صدق للامتحان وقدرة تمييزية للامتحان. زي ما في ناس ما وفقتش، في ناس جابت الدرجة النهائية في الامتحان، فده الأعداد بتاعتها. الحقيقة أنا يهمني الحقيقة الشرائح، ودي لازم نقف قدامها جامد جدا. المجموع 100% لم يحصل عليه أحد، من 95 لأقل من 100. العام الماضي كان 53، العام الحالي 39/100. ننزل على الشريحة من 90 لأقل من 95، العام الماضي 74/76/100، السنة دي 3.6/100، ومن 85 إلى أقل من 90 6.99، أصبحت العام الحالي 6، وهكذا من 80 إلى أقل من 85 كان العام الماضي 9.68، 8.84 هذا العام، من 75 إلى أقل من 80 11.94 هذا العام، 11.71، من 70 إلى أقل من 75 15.1، السنة دي 14.43/100، من 65 إلى أقل من 70، العام الماضي 16.35 هذا العام 16.14/100، من 60 إلى أقل من 65، العام الماضي 16.96، العام الحالي 15.91. إلى أقل من 60، أقل من 60 كان عندنا العدد، نعم كم؟ 12.41، السنة دي 13. عايزين نعمل قراءة متأنية للجدول اللي أمام حضراتكم، إن النسب المئوية للحصول على الدرجات في الشرائح المختلفة أقل قليلا من العام الماضي، وده أكيد هيدينا مؤشر إن ممكن عدد الطلب التنسيق يعني يبقى أقل قليلا من العام الماضي بدليل النسب اللي قدام حضراتكم، ودي واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينها. اللي بعده النسبة المئوية حسب الشعبة. الشعبة العلمية علوم 78.62/100، الشعبة العلمية رياضيات 79.78/100، الشعبة الأدبية 78.74/100. الحقيقة هنعرض بعد كده اللي هو ندخل على أسماء الأوائل الثانوية العامة السنة دي، اللي هم عددهم 30 على الثانوية العامة، علم علوم وعلم رياضة وأدبي، وعندنا 2 لمدارس ستيم، وعندنا 3 دمج، وعندنا 1 مكفوفين. يعني جملة الأوائل على مستوى الثانوية العامة هذا العام 36. وعايز أقول قبل ما نعرض أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية إن إحنا حددناهم بالمجموع الكلي إلى المجموع المواد التي لا تضاف للمجموع. أنا عايز أدي أهمية لهذه المواد،
فاحنا جمعنا طلب مجموع الطالب على مجموع المواد التي لا تدخل في المجموع، هي اللي حددت لنا قائمة الأوائل على مستوى الثانوية العامة. وده واحد من الحاجات اللي لازم ندي أهمية لهذه المواد، إذ هي ما بتدخلش في المجموع لكن هتحدد مين الأول وترتب الناس الأوائل. فده اللي واحد من الحاجات اللي عملناها هذا العام، وده شيء محمود الحقيقة أن احنا نشتغل عليه. نبدأ مع بعض. كان عشان بس أوريكم حجم العمل، عدد لجان سير امتحان الثانوية العامة هذا العام كان 2098 لجنة، عدد الطلاب 785.7، عدد المراقبين كان 12136، عدد الملاحظين اللي لازم أقدم لهم الشكر والتقدير وكل من شارك معنا وتحمل العبء كان عددهم 100,815، وعدد المعاونين 16,869، وعدد أعضاء الأمن كان 8,409، وعدد الأعضاء القانونيين كان 1,166. ده الحقيقة يوري لك حجم العمل كان شكله إيه في هذا الإطار. عايز بس بسرعة شديدة جداً نقول الشؤون القانونية عملت إيه هذا العام. الشؤون القانونية بحثت 756 قضية، 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة، ومتوزعين على 27 محافظة. مش هقول بقى في كل محافظة كان عندنا كام. بالنسبة للمخالفات كان عندنا أجهزة حديثة، تليفون، سماعة سمارت، الأخ بإجمالي 479 قضية. يعني مش عايز أقول أكثر المحافظات اللي كان فيها بعض المخالفات، كانت كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة وبني سويف. موضوعات تتعلق بالغش والنشر على مواقع التواصل اللي كنا في غرفة العمليات لا تتعدى الدقائق وبيتمسك الطالب، وهنا لازم أفرق ما بين التسريب والغش الإلكتروني. يا جماعة بعد إذن حضراتكم عشان المصطلح ده يهمنا كلنا، التسريب هو أن الامتحان يطلع قبل انعقاده، وهذا لم يحدث حتى من بعد حادثة 2016، فيش امتحان طلع قبل موعده. ولكن بعد ما الامتحان بيبدأ بعض الطلاب بيصور ورقة، بيصور ورقتين، بيصور سؤال، وطبعا عندنا باركود موجود، الباركود اللي موجود على ورقة الأسئلة في خلال 5 دقائق بيكون الطالب ممسوك ومعمول له محضر، والشؤون القانونية تبدأ تشتغل معاه. ده الحقيقة في عندنا حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالي 68 قضية، في عندنا حالات تتعلق بالتمزيق وتبديل وهروب بكراسة الإجابة 39 قضية، حالات تعدي وشغب بإجمالي 18 قضية، حالات مرضية وتوتر بإجمالي 10 حالات. هنا يوري لك حجم العمل وإن في منظومة بتشتغل إزاي. الشؤون القانونية خلصت هذا الكلام قبل ما نعلن النتيجة، فده الحقيقة إنجاز مهم جدا عندنا. بالنسبة للطلاب عندنا 812 طالب المخالفين، مش عايز أقول بقى على رأس يعني أبدأ أرتب المحافظات مين أكتر محافظات كان فيها هذا الأمر. إحنا تم إحالة 641 طالب إلى النيابة العامة وفق القانون، وده لأنهم شيروا ويعني شيروا الأسئلة خلال مواقع التواصل، وبالتالي عدد الملاحظين المخالفين برضو إذا كان الطلاب إحنا مسيطرين فإحنا كمان المعلمين أو أنا عايز أقول الملاحظين عددهم 199 ملاحظ الحقيقة كانوا برضو اتحولوا للشؤون القانونية. أنا عايز أقول بس حاجة بسيطة مهمة جدا، هي الثانوية العامة هذا العام إيه اللي حصل فيها؟ يعني الثانوية العامة بدأت الامتحان، كنا زمان بنشكل لجنة فنية توضع الامتحان، لا الامتحان بيسحب من بنك الأسئلة، ووزارة وجمهورية مصر العربية لديها بنوك أسئلة نسحب منها الامتحان، نرجع نشكل لجنة تراجع الامتحان عشان تدي أمر طبع. إذن مفيش لجنة فنية بتألف الامتحان ولا بتعد الامتحان، هي فقط بتعمل إيه؟ بتراجع الامتحان، صورة ما تكونش منضبطة،
يعني لفظ ما يبقاش ما في مكانه. فده واحد بس من الحاجات اللي كنا بنعمل. بعد كده بعد ما الامتحان يتم في نفس اليوم تشكل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة على أساس هل يا ترى في سؤال كان له إجابتين، هل يا ترى في سؤال ممكن ما يبقاش مرتبط بنواتج التعلم وهكذا. ولذلك الحمد لله كانت حاجات بسيطة جدا. أنا عايز أقول للناس كلها العشر خبراء حددوه أخذنا بيه، مش هنسمع كلام حد، احنا عندنا خبراءنا اللي قالوا. يعني مثلا في مادة زي الأحياء كان في بديلين ينفعوا إدناهم في بعض حاجات طفيفة جدا علشان نضمن حقوق أولادنا في هذا الموضوع. إذن اللجنة اللي رجعت نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح، لن نبدأ التصحيح إلا بعد التقرير من العشر خبراء في كل مادة علشان نضمن إن المسطرة سليمة ونشتغل بيها. ده الحقيقة اللي أنا عايز أكد عليه معاك ومع حضراتكم. الحاجة التانية بقى إن في كاميرات موجودة في اللجان، وكنا بنشتغل مع غرفة العمليات مباشرة، يعني ما بننتظرش لما الامتحان يخلص. غرفة اللي قاعدين على الكاميرات يبلغونا بما يتم ويبدأ يتاخذ الموقف مباشرة عليها على طول في هذا الإطار. قبل إجراء الامتحانات خدنا مجموعة إجراءات. منعنا التحويل للصف الثالث الثانوي إلى بصفة عامة إلا من خلال لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم. اللجان اللي فيها شغب منعنا فيها عقد اللجان. أقول لكم على حاجة، كنا بنغير رؤساء اللجان بواقع كل يومين بنغير رئيس اللجنة. فالحقيقة كل الأمور دي لو أنتوا لاحظتوا في النتيجة والشرايح هتلاقيها متزنة وطبيعية. صححنا، عدنا تصحيح بعض اللجان بناء على رئيس اللجان أو المصححين لما قالوا لنا علشان نضمن أن كل واحد من أولادنا المجتهد ياخد نصيبه. وده الحقيقة كلها إجراءات عشان نضمن يعني نقول عليها التكافؤ أو العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية أيضا في هذا الإطار. أنا مرة تانية لازم أشكر كل العاملين معايا في وزارة التربية والتعليم، لازم نشكر السادة مدير المديريات وكل الإدارات وأيضا الوزارات اللي كان لها الصلة معانا في العملية الامتحانات. نيجي بعد كده نتكلم بقى على أولادنا اللي بنحتفل بيهم، اللي أنا فخور بيهم الحقيقة إن حصلوا على درجات حقيقية طبيعية ومتوزعين على الجمهورية كلها، مش متمركزين في مكان معين ولا حاجة ولا في لجنة بعينها ولا إحنا نلاقي قوائم لناس معينة. لا، ده لم يحدث هذا العام. وعايز أطمن الناس إن الإجراءات كانت ماشية بشكل قوي جدا. نبدأ نستعرض مع بعض أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي علوم. محمود محمد عبد الفتاح أحمد الأول على الشعبة العلمية علوم بمجموع 403 محافظة أسيوط إدارة البداري، اسم المدرسة البداري الثانوية المشتركة. زياد عادل السعيد محمد المركز الثاني المجموع 403 المحافظة البحيرة الإدارة أبو المطامير، اسم المدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشترك. الشعبة العلمية علوم أيضا ما زلنا فيها، أميمة محمود أحمد عبد الله صالح المركز الثالث بمجموع 402 المحافظة الدقهلية أجا، اسم المدرسة برج النور الحمص الثانوية المشترك. كرولوس نوناي يعقوب فانوس المركز الرابع بمجموع 402 المحافظة المنيا الإدارة المنيا، اسم المدرسة فصول ثلاث ثانوية المشترك. معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة المركز الخامس بمجموع 401.5 المحافظة بني سويف الإدارة بني سويف، اسم المدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين. كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام المركز السادس بمجموع 401 المحافظة البحيرة الإدارة التحرير، اسم المدرسة بدر الثانوية بنين. حسن شفيق الحادق المركز السابع المجموع 401 المحافظة دمياط الإدارة الروضة، اسم المدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوي.
كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد، المركز الثامن، المجموع 405.5، المحافظة الدقهلية، الإدارة بني عبيد، اسم المدرسة شهداء بني عبيد الثانوية المشتركة. محمد التميمي محمد جوهر، المركز التاسع، المجموع 405، المحافظة الدقهلية، الإدارة المنزلة، اسم المدرسة المنزلة الثانوية بنين. الأستاذ خالد بيقول لي طب ما دول نفس المجموع، ده المجموع المحسوب لك، لكن لما هنضيف عليه المواد التي لا تضاف للمجموع هي اللي رجحت محمد، خلته في المركز التاسع وأبقت على المركز العاشر لابننا اللي قبل ده على طول. ماشي، يعني المجموع متشابه لكن الترتيب اختلف، ويرجع ذلك إلى إضافة المواد التي لا تضاف للمجموع، هي اللي كانت واخدة الناحية الترجيحية لمين يبقى ترتيبه عن الآخر. عشان كده لا عندنا مكرر، عندنا 10 أوائل في كل شعبة، ما فيش مكررين. ياسمين شريف حسني عبد القادر، المركز العاشر، المجموع 400، المحافظة القاهرة، الإدارة المعادي، اسم المدرسة الشروق الخاصة. نبدأ ننقل على علم رياضة. تفضل. باسل محمد بكر شعيب، المركز الأول، المجموع 407، المحافظة دمياط، الإدارة دمياط، اسم المدرسة سيدة المحبة الإلهية الثانوية الخاصة لغات. محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، المركز الثاني، المجموع 406.5، المحافظة القاهرة، الإدارة عين شمس، اسم المدرسة المتفوقين الثانوية بنين. أسامة وبعدين أروى حسام مدحت محمد فوزي، المركز الثالث، المجموع 406، المحافظة القاهرة، الويلي، اسم المدرسة كلية رمسيس للبنات. أسامة محمد يوسف شبل نصار، المركز الرابع، المجموع 405.5، المحافظة المنوفية، الإدارة شبين الكوم، اسم المدرسة التربية الإسلامية الخاصة بشبين الكوم. الرابع مكرر بروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي، المجموع 405.5، المحافظة بورسعيد، الإدارة جنوب بورسعيد، اسم المدرسة الفيروز الحديثة عربي ثانوي. دول تساووا في الدرجات، المجموع الأساسي ومجموع المواد اللي بره المجموع، فاضطرينا لازم نحفظ لهم حقهم، فعشان كده مكرر. محمود أشرف السيد أبو حادي، المركز السادس، المجموع 405.5، الغربية، إدارة باسيون، اسم المدرسة أنس بن مالك الثانوية المشتركة بكرانشو. المركز السابع زياد محمد سعد حماد، المجموع 405، الأليوبية، الإدارة العبور، اسم المدرسة العبور الثانوية بنين. إبرام جمال حنين جاد، المركز الثامن، المجموع 405، المحافظة أسيوط، الإدارة أسيوط، اسم المدرسة ناصر الثانوية العسكرية. مرقص شنودة محارب راغب، المركز التاسع، بمجموع 404.5، المحافظة القاهرة، الإدارة النزهة، اسم المدرسة طبر الحجاز الثانوية العسكرية بنين. مارسيلينو سامر سعيد سيدهم، المركز العاشر، المجموع 404.5، المحافظة الغربية، إدارة شرق طنطا، اسم المدرسة السلام الثانوية الخاصة لغات. أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للشعبة أدبي. فايزة علي محمد محمود، المركز الأول، بمجموع 392.5، المحافظة الجيزة، الإدارة منشأة القناطر، اسم المدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بنات. عمرو خالد ناصر عفيفي، المركز الثاني، المجموع 391.5، المحافظة القاهرة، الإدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة قايتباي الخاصة لغات.
فرح محمد قدر إبراهيم حسن، المركز الثالث، المجموع 390.5، المحافظة الإسكندرية، الإدارة، برج العرب، اسم المدرسة، الصفوة الثانوية لغات. محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب، المركز الرابع، مجموع 390.5، المحافظة الجيزة، الإدارة، الهرم، اسم المدرسة، الأهرامات الخاصة لغات بنين. عز الدين أحمد العوض رزق، المركز الخامس، المجموع 398.5، المحافظة القاهرة، الإدارة، القاهرة الجديدة، اسم المدرسة، البطل الشهيد محمد وحيد. الشعبة الأدبية نسمة محمد سليمان جسار، المركز السادس، المجموع 389.5، المحافظة الغربية، الإدارة، شرق طنطا، اسم المدرسة، قاسم أمين الثانوية بنات. عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، المركز السابع، بمجموع 388.5، القاهرة، إدارة القاهرة الجديدة، اسم المدرسة، المصرية لغات. ندى عمر السيد محمد، المركز الثامن، بمجموع 387.5، المحافظة الجيزة، الإدارة، العجوزة، اسم المدرسة، العجوزة الثانوية بنات. معاذ عبد الرحيم أحمد يونس، المركز التاسع، المجموع 387، المحافظة الجيزة، الإدارة، الدقي، اسم المدرسة، الأرمان الثانوية بنين. سيف علاء الدين محمد صدق إبراهيم، المركز العاشر، المجموع 386.5، المحافظة القاهرة، الإدارة، البساتين، اسم المدرسة، أمجاد الخاصة لغات ثانوي. مكفوفي الجمهورية، هاجر محمد إبراهيم محمد، المركز الأول، المجموع 393، المحافظة أسوان، الإدارة، أسوان، اسم المدرسة، النور للمكفوفين بنات بأسوان. مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، عندنا شعبة العلوم وشعبة الرياضيات، عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم، الشعبة العلمية علوم، المركز الأول، المجموع 656.59، المحافظة بني سويف، الإدارة، بني سويف، اسم المدرسة، المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف بنين. الشعبة العلمية رياضيات، أدهم محمود حسن فهمي، المركز الأول، المجموع 661.3، المحافظة الإسماعيلية، الإدارة، شمال الإسماعيلية، اسم المدرسة، المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ثانوي بنين بشمال الإسماعيلية. الدمج التعليمي، عندنا 3 من الدمج، أمل سيد محمد عبد الغفار محمد، المركز الأول، شعبة العلوم للدمج التعليمي، المجموع 390، المحافظة الشرقية، الإدارة، منيا القمح، اسم المدرسة، شلشمون الثانوي. شعبة الرياضيات، الدمج التعليمي، عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله، المركز الأول، المجموع 390.5، المحافظة الشرقية، الإدارة، منيا القمح، اسم المدرسة، شلشمون الثانوي. الشعبة الأدبية، الدمج التعليمي، علي ماهر صلاح الدين محمد طاهر، المركز الأول، المجموع 406، المحافظة القاهرة، الإدارة، الزيتون، اسم المدرسة، أمون الخاصة الثانوي. أنا الحقيقة يعني بهني أولادي بهذا، أبناء الطلاب، والحقيقة حرصت أن كل مدير مديرية يجيب أبناء المتفوقين والأوائل علشان نكرمهم النهاردة، وده فضلا عن تكريم تاني هيتم لهم مخصوص، لكن النهاردة في يوم الفرح بتاعهم قصدنا أن احنا نجيبهم معنا النهاردة. أستاذ مصطفى هنخلينا زي ما احنا ونجيبهم هنا واحد وياخد الشهادة ويتحرك لإيه؟ لقدام. الحقيقة أنا عايز أشكر السادة الإعلاميين والنهاردة مشرفينا، وده يعكس أن احنا الإعلام جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مهم جدا، وده الحمد لله المشاركة الكبيرة من السادة الإعلاميين معانا النهاردة، ده لازم نوجه لهم الشكر في هذا الإطار، لأن التعليم قضية مجتمع، التعليم قضية مجتمع، وقبل ما تعمل حاجة لازم يبقى في تهيئة للمجتمع بما تأخذه الوزارة من إجراءات،
فالحقيقة شكر واجب للسادة الإعلاميين النهاردة الحاضرين معانا. الحقيقة بجد انت مين؟ قلت له يا عم بس اسمع الكلام. خد يا حبيبي. شكرا. مبروك. اتفضل. معاذ عاطف. معاذ تعالى يا معاذ. مبروك. كريم محمود رمزي احمد. يا كريم تعال 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 تعال، انت مستعجل ليه؟ خد امسك الشهاده دي كده، بص بقى للناس. شكرا حبيبي. محمد التميمي. باسم محمد بكر. محمد احمد رزق. محمد تعالى. محمد اروى حسام. يا اروى. أسامة محمد. أنا عايز الطلبة الأوائل يظلوا معانا، أنا هنجري معاهم حوار بعد اللقاء، هنسمعهم، مش لازم إحنا اللي نقعد نتكلم على طول يعني، لازم نسمع أولادنا. شكرا جزيلا. مروان أحمد علي. محمود أشرف السيد. زياد محمد سعد. يا زياد تعال 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 امسك كده معايا. شكرا. مبروك. إبراهيم جمال حنين. هو حنين ولا حنين؟ ها؟ حنين. امسك. مبروك. مرقص شنودة محارب. يا مرقص. ما
مصلين وسامر اسمع بنادي خالص يا مصريني فايزة علي محمد شوفي فايزة عمرو خالد ناصر فرح محمد أدري مبروك يا فرح محمد محمد حاتم عبد السلام شعرك قصير هنا شعرك أطول من كده بس حرق عز الدين أحمد العوضي نسمة محمد سليمان يا نسمة مبروك يا نسمة عائشة هاني محمد مبروك عائشة ندى عمر السيد تعال يا ندى مبروك يا ندى معاذ عبد الرحيم احمد اهلا معاذ سيف علاء الدين محمد عمل سيد محمد يا اهلا وسهلا منورين الدنيا كلها انا عايز اشكرك بس انا الناس دي كلها سقف اشد عبد الرحمن بيومي حسين تعال يا عبد الرحمن شد كمان بص بقى اليوم كلهم كده مبروك الف مبروك نعم عبد الرحمن قعد عندنا 7 سنين مشوار طويل طويل دوت ولحد النهارده حضرتك لك علاج موجود حاضر هنشوفك ده ماشي سيد رسم حاضر حاضر مبروك يا حبيبي اتفضل يا فندم تعالى نعمل معاك السن عشان افهم علي عامر صلاح الدين لا اسافه كمان معلش عمر عبد الرحمن استنى استنى دول بقى العلماء المستقبل باذن الله اتفضل سلم عليك سلم ما تسلمش ليه مبروك عليك ما انا جايبك ليه مبروك تعال من هنا ادهم محمود حسن استلم الرياضة مبروك انا عايز بس اوجه الشكر لمدير المديريات اللي جاء اثر يعني احنا طلبنا منكم تجيبوا الطلبه فالحقيقه كلكم جبتوهم وجبتوهم معاكم في عربياتكم فالحقيقه وده فخر لكم لان اولادكم يطلعوا الاوائل من عندك ده حاجه كويسه جدا. انا الحقيقه بكده انهينا المؤتمر الصحفي لمؤشرات الثانويه العامه. النتيجه اعلنت من امبارح انما النهارده مؤشرات الثانويه العامه وجهود كل الاطراف معانا في هذا الموضوع. نعم؟ ها؟ تظلمات الاستاذ خالد بيكلمني اهو انا عايز اقول لكم انا حريص ان كل واحد له درجه ياخدها عشان كده التظلمات هتبدا من يوم الخميس
هتاخد صورة الورقة بتاعت كراسة الأسئلة عشان نضمن ان هو نفس النموذج؟ احنا الصورة بس. الصورة على الموقع ينزلها باسمه عليه، هنحملها على الموقع. الحاجة التانية نماذج الإجابة هنحملها على الموقع، الأسئلة هنحملها على الموقع. نشتغل بشفافية مطلقة، احنا كل في دورنا ان له حق ياخده. له ايه؟ حق ياخده. الباركود اللي فوق على ورقه الاجابه وعلى على من الجزء الاعلى والجزء الاسفل، ما حدش يجي يقول لي مش ورقتي. لا، حرصنا ان يبقى في باركود على ورقه الاجابه موجود في اعلى الورقه وفي اسفل الورقه، سواء ورقه البابل شيت او سواء ورقه المقالي او الجزء المقالي. انا عايز اقول لكم ان صححنا الالكتروني بالسكان، وكنا بنشيك عليه على نسبه منه باليدوي علشان نضمن ان التصحيح الالكتروني ماشي في الاطار. المقالي اتصحح عبر التابلت واتصحح يدوي، والاعلى لو في نص درجه كنا بنحسبها للاعلى. يعني احنا في عمليه التصحيح السنه دي متوخيين الدقه البالغه، الدقه البالغه علشان كل واحد ياخد حقه. وانا الحقيقه يسعدني ان كل طالب كان متوقع لنفسه درجه جت درجته قريبه من الدرجه اللي انا بقولش هي تماما، لكن بقول قريبة من الدرجة اللي كان متوقعها، وده يعكس مدى صدق عملية التصحيح وعملية التقدير. الحقيقة أنا عايز أسمع اثنين ثلاثة من أولادنا الأوائل على مستوى الجمهورية. حب الأول عن كل شعبة ماشي. لا الأول والأول والأول بس مش مشكلة. الأول جمهورية علم علوم مين؟ طب الأول رياضة. ده بالأول أدبي. أنا هطلب منهم رسالة يوجهوها لزملائهم اللي داخلين الثانوية العامة السنة الجاية بس. فين يا جماعة؟ حبيب نور. التظلمات ايضا هتبقى في الكنترولات القريبه منك، وهنطلع بيان بنقول المحافظه ايه تروح الكنترول انهي كنترول، علشان برضو ما نتعبش الناس ونجيبها كلها المدينه التعليميه. لكن المدينه التعليميه هيبقى المحافظات القريبه منها، مثلا بني سويف وغيره. فده برضو عشان نعمل اريحيه للناس كتير. تعال حبيبي، تعالى يا حبيبي، تعالى لي هنا. لا ما تقعدش، تقعد فين بقى؟ اسمك ايه؟ يا محمود. تنصح زمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه تقول لهم ايه؟ ميكروفون معاك. تنصح زمايلي بانهم يعملوا اللي عليهم ويجدوا ويجتهدوا وكل حاجه بايد ربهم. حاضر. قرب من هنا. ننصح زمايلي اللي رايحين السنه الجايه يجدوا ويجتهدوا، يعملوا اللي عليهم والباقي بتوفيق ربنا. تمام. بس. بقول لك يا محمود، يذاكروا ازاي؟ يحددوا اشياء يوميه، اهداف يوميه واسبوعيه. تمام. ويقوموا بتحقيقها. تمام. خلال مدى زمن معين. شكرا محمود. علم رياضه صح؟ ادبي. ادبي؟ أدبي. اسمك؟ علي. هلا؟ علي. يا علي، انت الاول على الشعب الادبيه صح؟ على مستوى جمهوريه مصر العربيه. تنصح زمايلك اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه بايه؟ انا اقول لهم يذاكروا. لا لا، اقول لهم يذاكروا ويعملوا اللي عليهم، وربنا هيديهم على قد تعبهم، وانصح ان هم ما يقاسوش خالص. يعني ما فيش يأس ويشتغلوا ويذاكروا. شكرا جزيلا. قول لنا بقى انت الشعبة ايه؟ المركز الاول ادب. قولي لنا تقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانوية عامة السنة الجاية؟ نصيحة بس يعني نوعية كده. ماشي. يعملوا عليهم كل السنة وما يفكروش في النتيجة خالص، وده كله توفيق ربنا طبعا. معلش يا فندم، استاذن بس اول. تعالي على المايك ده عشان صوتك يوصل.
اقول لهم ان يعمل لي عليهم طول السنه ما يفكروش في النتيجه خالص، كل سنه بتختلف عن الثانيه، ويهتموا طبعا بالصلاه دي اهم حاجه، وينظموا وقتهم. شكرا حبيبي. انت بقى تقول لزمايلك ايه اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ اقول لهم ان هم يجتهدوا، ربنا يوفقهم باذن الله، وما يحبطوش خالص طول السنه، ويفضلوا طول السنه مجتهدين باذن الله. تمام، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. استم يجي لنا الشباب عندي بقى. تعالى علم علوم علوم ولا ها؟ قول لنا بقى، تقول لزمايلك ايه اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه؟ انا اهم حاجه اقول لهم ان هم يهتموا بالاستمراريه. الاستمراريه اهم من مذاكره كتير وبعديها نقطع. اهم حاجه الاستمراريه، واهم حاجه كمان اهم من مده المذاكره الكواليتي او جوده المذاكره نفسها، ويعملوا كل اللي عليهم، واكيد ربنا مش هيضيع تعبهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هي اهم حاجه كل واحد يركز عليها، ان هو يحافظ على صلته بربنا ثم طاعته لوالديه، عشان دي اهم حاجه بتدي دافع فعلا في الدراسه. تاني الحاجه اللي بعد كده ان الواحد يجتهد على قد ما يقدر وينظم وقته، عشان تنظيم الوقت هيسمح لك انك تلاقي وقت للاجتهاد ووقت تاني للراحه. تنظيم الوقت ووضع خطط طويله المدى دي اعتقد اهم حاجه تساعدك في ان انت تجيب اعلى حاجه ان شاء الله، زائد انك تتعدد في المصادر اللي انت بتدور فيها، وده ان شاء الله بيكون كويس جدا. شكرا يا حبيبي. معلش استقبال، شايف الناس كلها بتسقف لك ازاي؟ قولي لي بقى، هتقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ اتفضل. احب اقول لهم ان اليقين اهم حاجه حقيقي بجد، والصبر، وبجد كل حاجه بتعدي، واهم حاجه ان كل واحد يعمل اللي عليه، وبجد كل حاجه بتعدي، ودايما يكون بربنا، وربنا دايما عمره ما بيضيع تعب حد. الله. انا بس عايز اقول حاجه ثانيه، التظلمات نوضحها شويه. التظلمات بدات من خميس 3/8/2023 عاد لمدة 15 يوم، التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة، الاطلاع على ورقة الإجابة بكل كنترول. أنا بس عايز أأكد على نقطة مهمة جدا، إحنا بقى عندنا حاجة اسمها مجموعات الدعم المدرسية. ركزوا معايا. مجموعات الدعم المدرسية دي الطالب هيطلب المدرس المعين، فلما هيطلبه هنجيبه له، واحنا كمان كوزاره هنمده بالادله وبنماذج. اللي انا اقصده انه يشرح لاولادنا زي ما النظام التعليم عايز، مش يشرح بحاجه تانية. فده الحقيقه انا بقولها اهوت، والنهارده بقولها، مجموعات الدعم المدرسيه احنا سامحين للطلبه، هنجيب لهم المعلمين حتى لو من خارج الوزاره بعد ما ياخدوا مننا تصريح، وهنساعدهم احنا كمان بدورنا ان احنا نمدهم بالادله وبالنماذج المختلفه، وبالتالي نبقى منغمين مع بعض على نظام التعليمي ونوعيه الاسئله، وما نشوفش بقى القلق اللي كان بيحصل ان بعض الاماكن بتدرس بشكل معين لا يتفق وفلسفه النظام الجديد للتعليم. شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا.